السلام عليكم ورحمة الله، طلبتي الأعزاء في المرحلة الثالثة في قسم الشبكات في كلية الهندسة الجامعة العراقية. اليوم نتكلم عن محاضرة في مادة الداتا كوميونيكيشن اند نتورك، وحسب السيليبس احنا نتبع هذا المنهج للمؤلف فروزان. حسب الخطة وحسب السيليبس اللي خليناها من بداية الكورس، احنا الآن وصلنا تقريبا إلى تشابتر 7. تشابتر 7 هو التشابتر المخصص بالترانزميشن ميديا، فإن شاء الله راح نتكلم عن هذا الموضوع. الترانزميشن ميديا هي الوسط الناقل. تذكرون احنا بالمحاضرات الاولى تكلمنا عن الكوميونيكيشن سيستم مؤلف من 5 اجزاء، كان السندر والريسيفر والترانزميشن ميديا والمسج والبروتوكول. اليوم نتكلم عن الترانزميشن ميديا. الترانزميشن ميديا هي تعريفها كان برودلي ديفاين از اني ثينج ذات كان كاري انفورميشن فروم ا سورس تو ديستنيشن، هي الوظيفه والتاسك الرئيسي للترانزميشن ميديا، نقل المعلومات. هنا لازم نوضح فرق، انه عندي هنا ترانزميشن ميديا وعندي انفورميشن. انفورميشن هي البيانات اللي راح تعبر ضمن الترانزميشن ميديا، والترانزميشن ميديا هو الوسط الناقل اللي راح يتمم لي هذه العمليه. بالتليكوميونيكيشن سيستم عندي كثير من الوسائط النقل، فانا هنا راح اقسمها تقسيمات، اقدر اقسم اكثر، يعني اقسم استنادا الى كثير من المعايير، لكن هنا حسب الكتاب المنهج مقسمها الى نوعين رئيسيين. النوع الاول هو جايدد، والنوع الثاني هو ان جايدد. الجايدد يعني الموجه، اللي هو مخلي بين قوسين واير، والان جايدد هي الوايرلس. الجايدد ميديا طبعا لان هي واير، يعني هي فبالتالي راح تكون تربط بين طرفين، طرف سندر طرف ريسيفر، وهي تكون موجهه المسجات اللي هنا اللي احنا عرفناها على شكل انفورميشن. موجهه انفورميشن تنقل من الطرف السندر الى الريسيفر، وبما انه هي يعني راح تنقل عبر واير، فطبيعة الحال حسب التكنولوجيا المتوفره وحسب انواع وسائط النقل عندي اكثر من نوع، فعندي تويستد بير، عندي الكوكسير، عندي الفايبر اوبتكس. الطرف الثاني هو الانجايدد، احنا هسه راح ناخذهم بالتسلسل وبالتدريج ان شاء الله. الاول هو تويستد بير. التويستد بير هنا مثل ما تشوفون التويستد بير كيبل، وهذا الكيبل، وانا اقدر هنا يعني عندي مساحه استعين بالانترنت واشوفكم الانواع تكون الصور اوضح باستخدام جوجل. فهنا نشوف التويستد بير، هاي الالوان احنا نشوفها باليو تي بي كيبل، اوكي، اثناء التفييش باللان والنتورك اللي نستخدمها. انواع كثيره من هذا التويستد بير. هنا انا اريد اركز على شغله واحده، انه ليش اسمه تويستد وليش اسمه بير. التويستد معناتها ملفوف او مبروم مثل ما تشوفون بهاي الصوره، او شو الصوره شفتكم قبل شويه. البير اولا خلينا نعرف ليش بير. بير one of the wire is used to carry signal to the receiver and the other is used only as ground references. The receiver uses the difference between two. فهنا الريسيفر راح يبدي يستخدم الفروقات بيناتهم، يعني شلون احنا نقول الحار والبارد، الى ان يطلع المسجات والانفورميشن المنقوله بين الطرفين. فاذا الريسيفر يحتاج الى تو واير حتى يبدي يفتهم الانفورميشن اللي وصلت له من السندر، ولهذا هو بير. نيجي للنقطه الثانيه، لماذا هو تويستد؟ ان انا تعرفون انتم الوسط الناقل اكيد راح يتعرض الى نويز، نوع من انواع النويز والانترفيرنس هو اسمه الكروس توك اللي may affect both واير and create unwanted signals. نويز اذا كان بالحاله الافتراضيه، اذا كان هذين الوايرين او الكيبلين بارلل بدون تويستد، فهنا الانترفيرنس والنويز اللي راح يتاثر بالواير من جراء وايرات اخرى وكيبلات اخرى موجوده دائره مداره، راح تاثر الوايرين، وبالتالي قد يتاثر كيبل او واير واحد اكثر بالنويز اكثر من الثاني. يعني هنا الواير المخصص بكاري سيجنال راح يتاثر اكثر من الواير اللي هو وين مخصص بالجراوند ريفرنس، فبالتالي الريسيفر راح يصير عنده مشكله بالاستلام المعلومات وبالسكرونايزيشن بيناتهم، فبالتالي ما راح توصل الانفورميشن صحيح. فنضطر ان نعمل تويستد على امل انه نقضي بكل تويست، نرجع نقضي على النويز رقم واحد، ونحاول نخليه الاينمنت بين تاثيرات النويز بين الكيبلين، فلهذا يكون تويستد على طول الكيبل حتى نقضي على النويز رقم واحد. وحتى ثانيا اذا صار نويز يعني اكثر من المتوقع بعمليه التويست، نحاول نعمل الاينمنت بين حجم النويز بين الكيبلين. هاي شغله كلش مهمه لازم نعرفها حتى يعمل لنا هنا the result in a difference at the receiver by twisting the pair a balance is maintained. هنا صار عندنا a balance. طبعا احنا هنا بالتويستد بير عندنا الانشيلد وعندنا الشيلد.
كيبل. الفروقات بيناتهم هو هذا البلاستيك، عفوا الميتال شيلدد، هذا اللي يكون يغطي هذا الطرفين. طبعا اكيد بما انه انا عندي طرف اضافي هنا بال يو تي بي، مثل ما تشوفون هذا اليو تي بي الان شيلد، بالاس تي بي ما دام عندي ميتال شيلد معناته الكوست مالته راح يصير اعلى، واكيد بطبيعه الحال راح يقلل لي النويز. نعم، فهذا هو الان شيلد الكاتيجوري مالته. The Electronic Industrial Association has developed a standard to classify and shield two spare cable into seven categories. طبعا الكاتيجوريز هاي راح اشوفكم اياها بالتيبل، هذا كل تيبل العفو كل كاتيجوري والسبيسيفيكيشن والداتا ريت حجمه واليوز اللي نستخدم به. هذا الواحد الانشيل توست بير، طبعا هذا تيبل للاطلاع تشوفون انتم حتى تتفرقون به. انتم ان شاء الله راح تكونون قريبا يعني تشتغلون بالنتورك كونفيجريشن، وراح تشوفون تبدون تتعاملون مع الكيبلات، فحتى تقرون كل كيبل تشتروه بسبيسيفيكيشن راح تعرفوا من يا كاتيجوري، وبالتالي تعرف الداتا ريت. تذكرون سابقا تكلمت لكم انه احنا اذا مهندسين ونريد تعرض علينا يعني نقدم بروبوزل وعروض لتصميم شبكات، فاحنا هنا لازم نقدم العروض يعني نحسب حساب الداتا ريت والابلكيشن اللي راح نشتغل به. فبالتالي انت تقدر هنا تعرف الداتا ريت اللي تحتاجه ويا نوع من انواع الكيبلز اللي تشتغل عليه. اوكي، طبعا هاي هو الكونكتر. راح ارجع للجوجل استخدم الصور الموجوده دي يعني حتى نشوف الصور الموجوده يعني اللي تكون توضيح اكثر. هاي التوستد بير، توستد بير كيبل. اوكي، هذا الكونكتر، هذا الار جي 45. طبعا طريقه يعني للمعلومات طريقه السورت، طريقه الالوان، هذا له ستاندر خاص. اذا اريد تربط بين بي سي وبين هاب، اما اذا اريد تربط بين بي سي وبي سي الى طريقه اخرى من الستاندر وترتيب الالوان. مشكله فنيه تطلع لنا انه هنا بعض الوايرات ما تتصل نفس الالايمنت بهذا الجزء، وبالتالي يكون فراغ. فهاي شغلات احنا لازم يعني نشيكها، طريقه الربط بهاي الكيبلات. واكو الان اجهزه كتر، واكو بي سي تيستر اللي يسوي لك تيست لهذه المواضيع ويسهل هاي الامور. هاي بالنسبه للكونكتر وللديستنس. طبعا الاتنويشن يعتمد اكيد على الدايمتر اللي هو يعني مقياس هذا الكيبل النحاس، هذا الجزء الموجود. فهنا راح تختلف يعني الدايمتر، وتختلف عندنا طبعا الالوان ما لها علاقه، الالوان كل واحد له واجب تلاحظون انا. لكن هنا الاختلاف بهذا الفيجر هو الاختلاف بال يعني بحجم القطر النحاسي الموجود به، فبالتالي هنا تختلف عندك الاتنويشن. طبعا بطبيعه الحال اكيد راح يغلى الكيبل. الابلكيشن توستد بير كيبل ار يوزد ان تليفون لاين تو بروفايد فويس اند داتا شانل، يعني هذا الابلكيشن اكثر احنا نعرفه. الكوكسل كيبل، الكوكسل كيبل او مختصر كوكس كاري سيجنال. هنا الكوكسل كيبل راح يختلف عن التوستد بير. اولا هو كيبل ستريت ما بي توستد، رقم واحد. رقم اثنين يشتغل بهاي فريكونسي رينج than those twisted pair in part because the two media are constructed quite differently. يعني هنا الاختلاف احسن عندي اصلا بالميديا. instead of having two wire coax has a central core conductor of solid or surrounded wire usually copper enclosed in a insulating sheet. هنا هم نشوفكم صوره، هذا هو الكوكسيال كيبل الانر، وهذه هي الاوتر. اوكي، هذا الكيبل، هذا الجزء النحاسي، هذا الجزء العازل سليتر، هذا الاوتر شيلد والبلاستيك كفر. نرجع نشوف انواع الكوكسل كيبل، هذا هو الكوكسل كيبل. اوكي، انا الصوره اعتقد اوضح حتى تكون واضحه الامور. الكوكسل كيبل ايضا بستاندرات، يعتمد على الدياميتر ويعتمد على حجم القطر النحاسي الموجود به بالكور، والى ايضا كاتيجوريز، والى ايضا يوز اند ابلكيشن. انا هنا فقط اريدكم تعرفون وتفرقون بيناتهم. الكونكتر طبعا اكيد اكو كونكتر اذا اردت اربط بين طرفين. اوكي، فهاي الكونكتر بي ان سي كونكترز. اوكي، البرفورمانس as we did with the twisted pair cable we can measure performance. we notice that the attenuation is much higher in coaxial cable than in twisted pair cable. in other words, although coaxial cable has a much higher bandwidth, the signal weakness rapidly and require the frequency use of repeater.
طبعا اكيد بطبيعه الحال ما دام اشتغل على باندويت عالي وانقل انفورميشن راح اكون معرض للنويز اكثر، فبالتالي انا ما اقدر استخدم كوكسل كيبل لمسافات طويله، وانما راح احتاج ريبيترز. تعرفون الريبيترز هي راح تشتغل على شكل مقويات لل يعني للارسال. الابلكيشن كوكسل كيبل يستخدمه بالتليفون، التليفون نتورك، ونستخدمه بكثير من الاحيان، حتى احنا نستخدمه بالتي في وبالستلايت تي في بالربط بها بعض الاجهزه الكهربائيه والمختبرات وغيرها، نستخدم كوكسل كيبل. النوع الثالث هو الفايبر اوبتكس. فايبر اوبتكس كيبل از ميد اوف جلاس اور بلاستيك اند ترانسميت سيجنال ان ذا فورم اوف لايت. To understand optical fiber, we first need to explore several aspects. هنا حتى نعرف خصائص الفايبر اوبتكس، طبعا هو يعني احنا كلنا الان اعتقد هاي الامور اصبحت ابجديه بالنسبه لكم. فايبر اوبتكس هو ينقل لنا اللايت، لكن حتى نعرف شلون يصير النقل لازم نفهم حقيقه فيزيائيه انه اللايت travel in a straight line as long as it is moving through a signal uniform substance. طبعا هنا هو يعني اللايت يمشي بطريقه يعني مستقيمه دائما، لكن اذا انتقل الضوء من وسط الى وسط اخر يختلف عنه بالكثافه فراح يصير انكسار، وهنا الانكسار الى زاويه حرجه، حسب قيمه هاي الزاويه الحرجه على هذه النقطه راح يكون الجزء المنكسر. فاما اذا كانت الزاويه اكبر من الكريتيكال انجل او يعني خلينا نجي منها، اذا كانت الزاويه اكبر من الكريتيكال انجل فالشعاع المنكسر راح يرجع على نفس الوسط. اما اذا كانت زاويه السقوط على النقطه هذه اللي مساويه للكريتيكال انجل الخاصه بالضوء فراح يكون انعكاسه مستقيم، واذا كانت اصغر راح يكون الى الوسط الثاني بطريقه اخرى. راح اشوفكم صور عندي هنا موجوده، نحاول يعني نشوف الانكسار. طبعا هذا الانكسار من نحكي بين وسطين، يعني تخيلوا مثل ما بيصير بين الهواء والماء، وتعرفون الحقائق الفيزيائية انه مثلا يقولون ان صورة السمكة الموجودة من تشوف سمكة موجودة بالماء وانت على قارب فهذا مو موقعها الصحيح، هذا موقع افتراضي لان اللايت انعكاسات اللايت الموجودة زين. فهذه هي الفكرة الرئيسية بانتقال اللايت، ومن من من نفهم هذه الفقرة ونفهم شنو اللايت راح نبدي نعرف الان طريقة عمل الفايبر اوبتكس. هنا الفايبر اوبتكس يوز ريفلكشن تو جايد لايت ثرو ا شانل ا جلاس اور بلاستيك كور از سراوندد باي كلادينج اوف ليس دنس جلاس اور بلاستيك. طبعا اكيد احنا هنا هذا القناه الزجاجيه او الوسط الزجاجي اللي راح ننقل به الفايبر اوبت يعني الفايبر اللي هو يكون على شكل زجاجه او بلاستيك اللي راح ينقل به الانفورميشن راح نغلفه ببلاستيك، وبطبيعه الحال احنا نريد الشعاع او اللايت اللي ينتقل داخل هذه القناه اذا دخل او سقط على الجزء الداخلي لهذه القناه الزجاجيه او البلاستيكيه ما نريده ينفذ ويطلع للخارج، نريده يرجع. فاكيد بطبيعه الحال راح نشتغل على الطريقه هذه. The difference in density of the two materials must be much than a beam of light moving through a core is reflected off the cladding instead of being reflected into it. اوكي فحتى نشتغل بالطريقة الصحيحة. اوكي بروبوجيشن موديل، عندي ثلاث انواع بالبروبوجيشن، يا اما راح يصير عندي مالتي مود او سيجنال مود سنجل مود. المالتي مود هو ايضا مقسم الى ستيب اندكس وجريدد اندكس، انا فقط اريدكم تعرفون هذا الشيء انه هنا بالستيب بالمالتي مود اسمه مالتي مود سو از سو نيم بيكوز مالتيبل بيم فروم ا لايت سورس موف ثرو ذا كور ان ديفرنت بات. ركزوا لي شباب على شغله، اول شيء هي مالتيبل بيم وهو لايت سورس واحد، بتلاحظون انه انا عندي لايت سورس واحد وينقل به اكثر من بيم. طبعا هذه الشكل هو مو صحيح، جي اي جي اي هو هذا رسم السيجنال. اما نحاول نشوف هنا بالمالتي مود، عندي صور هنا واضحه اوكي، فهذا بالمالتي مود عندي سورس واحد راح ينقل لي اكثر من بيم اكثر من شعاع حسب الدنسيتي وحسب زاويه السقوط، والرسيفر راح يبدي فرق بيناتهم. بالمالتي مود هذا اسمه ستيب اندكس فايبر. بالمالتي مود جريدد اندكس فايبر طريقه فيزيائيه اخرى، يعني راح تختلف الامور هنا فراح يصير عندي هذا الفرق بيناتهم. اما سنجل مود فهو شعاع واحد ينقل ستريت بين الطرفين. ف هذه الصور حتى تكون الامور اوضح عندكم. اوكي ما راح ندخل فيزيائيا
بصيغة اللايت والانعكاسات وحساب الزوايا. أنا مهندسي شبكات، نريد نفهم فقط الفروقات، ويهمنا الآن التكاليف بين الفروقات، يعني بين المودين، يا هو الأغلى يا هو الأسرع بالنسبة للباندويث، يا هو اللي أكثر يتعرض للنويز. حتى من نريد نصمم ونقدم بروبوزال إلى عمل نتورك، نعرف يا شكل من هذه نعرف نستخدمه. طبعا هذا الشكل مهم جدا، هذا يوضح لنا البفر والكلادينج، وهذا هو الكور اللي تكلمنا عليه، الوسط الزجاجي اللي يصير داخله هذه الانعكاسات. نعم، فالفايبر سايز، هاي الشغلات اللي قلت لكم عليها اللي تهمنا، اعرف التايب والكور والكلادينج، الحجم مالته بالمايكرو، والمود اللي يشتغل عليه. الفايبر اوبتكس طبعا اكيد بطبيعه الحال هو نستخدمه بالكثير من الابلكيشن، خاصه الان حتى الانترنت بدا يوصل للبيت عن طريق الفايبر اوبتكس. هذه اللي هي الكيبلز وال يعني الكونكتورز الموجوده والادابترز الموجوده بالفايبر اوبتكس. اوكي، تلاحظون نشوف شو شكلها. نكمل، احنا هنا عندنا البيرفورمانس والابلكيشن، يعني تعرفون احنا هنا البيرفورمانس هو اللوز ما مقارنه بالويف ليف. هنا جزء مهم انه اعرفه بالادفانتج والديس ادفانتج اوف اوبتيكال فايبر. الاوبتيكال فايبرز يعني بي ادفانتج كلش عاليه وكلش هوايه. اولا هو الهاير باندويث، تذكرون ركزنا بالشابترات السابقه على مصطلح الباندويث، وشلون انه انا احاول ازيد الباندويث حتى ازيد الداتا، وانا ازيد حجم الداتا يزداد عندي الداتا رايت، وبالتالي البروسيس يسرع، وبالتالي يقل الديلي، فكلها معتمده على الباندويث. الباندويث هي اللي الحجم الوسط الناقل اللي ارسل به المعلومات، اللي كل النتائج الايجابيه اللي انا كمصمم اريد احصلها من زياده الداتا رايت ما اقدر اسويها اذا كانت الباندويث محدده. ما دام ازيد الباندويث اقدر اشتغل وازيد الداتا رايت، فهو يعني يسمح لي بهاير باندويث. ليه سيجنال اتنويشن لايت ويت، اكيد حجمه خفيف، جريت اميونيتي تو تابينج، هذه كلها الفوائد الايجابيه. بنفس الوقت اكيد اكو سلبيات، اولا هي الانستليشن والمينتنس، طبعا صعب، مو صعب نعم مستحيل، لكن صعب صعوبه بالموضوع. يوني دايركشنال لايت بروبوجيشن، بمعنى انه انا الارسال باتجاه واحد، فاذا اردت اشتغل باتجاهين باي دايركشنال لازم استخدم تو فايبر هارد ميديم. والكوست اكيد بطبيعه الحال الكوست هي واحده من ديز ادفانتج. نعم، هذا كله تكلمنا عن الجايدد. الان الان جايدد، الان جايدد شباب هي الوايرلس كوميونيكيشن، وايضا مقسمه الى مجموعه من الاقسام. الان جايدد سيجنال كان ترافل فروم ا سورس تو ديستنيشن ان سيفرال واي، يعني بالجايدد كنا نقول لك اتجاه واحد، كيبل واحد يربط بين الطرفين، هنا سيفرال واي اكثر من اتجاه. جراوند بروبوجيشن، سكاي بروبوجيشن، اند لاين اوف سايت بروبوجيشن. طبعا اتوقع هذا الشكل حكيناه بالمحاضره الثانيه، تذكرون من قلنا على ساتلايت كوميونيكيشن وشلون يصير النقل. فالجراوند بروبوجيشن الى ترددات معينه يشتغل عليها، والسكاي بروبوجيشن يعتمد عليه بالاينوسفير، واللاين ات سايت اوف بروبوجيشن. طبعا هنا احنا الالكترومغناطيك هي راح تشتغل بالراديو ويف، وعندنا مايكرو ويف اللي راح نشتغل عليها. خلينا نبدا نشرحها. كان ديفايد وايرلس كوميونيكيشن انتو 3 برود جروب، راديو ويف، مايكرو ويف، ان انفراريد ويف. هذا هو طريقه التقسيم الانجايدد الى ثلاث اقسام، راديو، مايكرويف، انفراريد. راديو ويف هي فور ذا موست بارت ار اوميني دايركشنال، تتجه بكل الاتجاهات. وين انا انتنا ترانسميت راديو ويف ذي ار بروجيتد ان اول دايركشن، هاي اوميني دايركشنال يعني ات اول دايركشن، بما معناه تنتقل بكل الاتجاهات. راديو ويف براكتيكالي ذوز ويف ذات بروجيت ان سكاي مود كان ترافل لونج ديستانس، خصائصها طبعا ذس ميك راديو ويف از ا جود candidate for long distance broadcasting such as AM radio. طبعا احنا هنا احنا تعرفون محطات الراديو تشتغل بالموضوع، عندها انتنا تبث، ومن تبث راح تكون على شكل كروي وتكبر، فبالتالي انه البث مالته يغطي كثير من المناطق، وبالتالي انت تقدر تلتقط عن طريق انتنا اخرى وتشتغل وتستلم هذا البث. نعم، الاومني دايركشن انتنا، راديو ويف يوز اومني دايركشن انتنا ذات سيند اوت سيجنال in all direction based on the wavelength, strength and the purpose of the transmission. The application مالته شوف هاي طريقة البث، قلت لكم كروي لأن هي يعني نقدر نقول دائري، لكن هي كروي كثري دي يوضح لي الانتشار.
الى ليفل معين طبعا من الارتفاع بالجو، والى مساحات معينه اريا معينه حسب الباور والترانسميشن. راديو ويف يوز فور مالتي كاست كوميونيكيشن such as radio, television and bugging system. The microwave electronic electromagnetic wave have frequency between 1 and 300 gigahertz are called microwave. يعني الراديو الموجات الراديويه هي تقريبا نفس الصيغه للمايكرويف، لكن الاختلاف مالتها هي وين؟ بالتردد. نعم، المايكرويف هي اللي نستخدمها تعتبر يوني دايركشنال انتنا، يعني نريد نشتغل ونستخدم المايكرويف. المايكرويف نيد يوني دايركشن انتنا ذات سيند اوت سيجنال ان وان دايركشن. يعني هنا الاختلاف بينها وبين المايكرو وبين الراديو سيجنال اللي هنا نرجع نذكركم بها، الراديو ويف اللي احنا حكينا انه قلنا بالراديو ويف تكون على شكل اومني دايركشنال انتنا، حفظ هذا المصطلح. اوكي، والمايكرويف اللي هو الان راح يشتغل بها طريقه اللي يكون عن طريق send out signal in one direction. Two type of antenna are used. طبعا بطبيعة الحال انا احتاج two antenna for microwave communication اللي هي dish والهورن. الهورن هو اللي احنا نسميه هورن صوت السيارة، هو البوق، والديش اللي هو المستلم، سطح المستلم. فتلاحظون الويف راح تدخل من هنا بهالطريقة، هذا راح تنعكس منه اكثر من سيجنال تتوجه بالاتجاه. اعتقد عندي صورة مين عبرين شيء زين. اوكي، هاي طبقات الارض والاسفير بالنسبه لها كونكشنال. اوكي، يعني سنطلع صوره واضحه من الباور بوينت. هذا الاتجاه مالتها بالويف ليث، راح تنقل لي اكثر من سيجنال. طبعا انا يعني يهمني ارسل اكثر من واحده حتى اخلي بالدش مستلم سطح هذا الوضعية انه يعكس على البؤرة اكثر من سيجنال مرسلة بنفس الوقت حتى اضمن استلام باور عالية، وبالتالي ما يصير عندي ضياع او لوس بالسيجنال، فارسلها بالطريقة هذه. اوكي، الابليكيشن مايكرويف يوز فور يونيكاست such as cellular telephone, satellite network and wireless LAN. طبعا هنا فرق بين اليونيكاست كوميونيكيشن والمالتيكاست كوميونيكيشن. نعم، المالتيكاست كان خصوصا الراديو ويف. الانفراريد الجزء الاخير، انفراريد ويف وذ فريكونسي اللي هو من 300 جيجا هرتز الى 400 تيرا، تردداته اعلى جدا. هذا يوز فور شورت رينج كوميونيكيشن، تردد ماله كلش عالي، ويستخدم في طبعا اجواء يسمح لنا به عدم التداخل مع موجات اخرى، لكنه في شورت رينج كوميونيكيشن كانت يوز انفراريد ويف اوتسايد ذا بيلدينج بيكوز The sun ray contain infrared wave. هاي ملاحظة إلي، ما نقدر نستخدمه لأن ال sun ray أو إشعة الشمس contain infrared wave that can interference with communication. الانفراريد إلى كثير من التطبيقات، for example some manufacturer provide a special portal called IRDA port that allow wireless keyboard to communicate with PC. The standard originally defined a data rate of 75 او 75 كيلو بت بير سكند فور ديستنس اب تو 8 متر. يعني تلاحظون الريت عالي جدا والديستنس قليله، ولهذا احنا عندنا الاوبتمايزيشن دائما موجوده بالكوميونيكيشن سيستم بين الباندويث وبين البيت ريت وبين الكوست وبين الديستنس. فهذا يعطيني البيت ريت عالي لكن الديستنس كلش قليله 8 مترات، ولهذا الابلكيشن مالي يكون محدد. اوكي، الانفراد سيجنال can be used for a short range communication in a closed area using light line of sight propagation. طبعا الى هنا احنا من الشابتر، حتى نسوي ريفيو سريع راح ارجع سلايدات عندي للمحاضره من نفس مصدر الكتاب وموفرها طبعا، حقوق النشر لهم، انا فقط اسوي ريفيو لها. حكينا على الترانزميشن، حكينا على السندر وعلى الريسيفر، وقلنا انه الترانزميشن ميديا بها ثلاث انواع، العفو بها نوعين رئيسيين guided و unguided، وقلنا كل واحد من عندنا انواع الموجودة. ال guided هي wire twisted pair coaxial fiber optics، ال unguided هي wireless تشتغل بال free space. ال guided مثل ما حكينا عليها ان ثلاث انواع، وضحت لكم هذه الصور ال twisted pair، وحكينا بالكاتيجوري اللي لازم انا اركز عليها وال specification. وهذا الكونكتر الموجودة، هذا الكوكسيال كيبل هو كيبل واحد
يستخدم الانر كونكت، يعني يستخدم كوندكتر جزئين داخلي وخارجي، وبيناتهم انسوليتر. نعم، واستمرنا حكينا بالفايبر اوبتكس. شوفوا هذه الفروقات بالانعكاسات، اوكي، وهذا طريقه الارسال انواعه. قلنا اكو سيجنال، سوري، سنجل مود ومالتي مود، وشوفتكم هذه الفروقات ايضا بالصور بين المالتي مود ستيب اندكس والجريدد اندكس. نعم، استمرينا بالفايبر كونستركشن والكيبلات والكونكترز الموجوده، ثم انتقلنا للانجايدد اللي قلنا تشتغل بالسبيس، الراديو والمايكروويف والانفراريد، كل وحده هاي حسب السبكترم اوف وايرلس كوميونيكيشن، هاي الترددات. طبعا الراديو ويف والمايكروويف، بعدين تجي انفراريد، بعدين اللايت ويف. اللايت ويف الان هو دخل بيه يعني اللايت فايف وغيرها من التقنيات الجديده. هذا البروبوجيشن مود. الاينوسفير هي يعني الطبقه الايونيه اللي تغطي الكره الارضيه. ما عندي لها صور اعتقد. هاي الاينوسفير لها ليفلات معينه، كل ليفل له مجال معين وله ترددات وله ارتفاعات خاصه. نعم، فنستمر. الاينوسفير البروبوجيشن، الجراوند بروبوجيشن يصير بهالطريقه. تلاحظون يعني الكره الارضيه، فانا ما راح اقدر اغطي كل الكره الارضيه، لهذا احتاج انتنه قريبه الى اخرى قريبه الى اخرى حتى ترسل الى اكثر من مكان. ومن احتاج الى مكانين بعيدين راح استخدم الوسط العاكس اللي هو الاينوسفير. ونفس هاي الفكره اللي هي وفرت فكره الستلايت كوميونيكيشن، انه اصعد الى ليفلات اعلى وارسل داتا، وبالتالي اقدر اوصل بيانات الى طرف ثاني من الكره الارضيه باستخدام الستلايت كوميونيكيشن كمراه او ميرور. راح اسلط ارسل البيانات والستلايت يعكسها الى طرف اخر من الكره الارضيه. والاينوسفير ايضا موجود بنفس الفكره اللي هي اللايف اوف سايت بروبوجيشن، البث المباشر بالمايكروويف بين نقطتين. الوايرلس كوميونيكيشن حكينا بالموضوع، وقلنا هذا الراديو طريقه البث مالته. هذه كانت صوره اوضح لليونت. انفراريد سيجنال كان بي يوز فور ا شورت رينج كوميونيكيشن ان كلوز اريا يوزنج لاين اوف سايت بروبوجيشن. بهذه المعلومه ايضا احنا ختمنا بها المحاضرة بالكتاب، والآن أيضا نختم بها المحاضرة بالباوربوينت. وإلى هنا أعزائي الطلاب ننهي هذا المحاضرة إن شاء الله بهذا الموضوع. وهسه أنا راح أعطيكم أسايمنت تشتغلون عليه. أريد من كل طالب يعرف لي 10 تيرمز، 10 تيرمز رئيسية يسلسلها حسب التسلسل مع المادة ومع المحاضرات، اللي هي الشغلات الرئيسية اللي تعلمها اليوم. شنو الشغلات اللي المصطلحات الرئيسية اللي تعلمتوها؟ انطوني اياها، اكتبوا لنا اياها هذه التيرمز، انطوني ديفينيشن لكل وحده، شنو الشغلات اللي انت انتبهت لها اليوم واللي تعلمت هذا المصطلح الجديد بالنسبه لك. اكتب هذا التيرمز، واكتب مثلا الديفينيشن له او الابلكيشن اللي تشتغل عليه. والى لقاء ان شاء الله بمحاضره قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.